أعزائي المشاهدين، احنا موجودين في قرية الناصرة النموذجية في مدينة الناصرة، قرية انه اتبنت لتعطينا فكرة عن كيف انه كان الرب يسوع المسيح عايش هون بهذا البلد اللي تربى فيها. وموجودين ايضا في مجمع نموذجي، يعني اتعمل على حسب المجامع اللي كانت موجودة ايامات السيد المسيح له كل المجد. بنشوف انه الرب يسوع المسيح اتربى، وبيقول عنه انجيل لوقا انه كان يتقدم في النعمه والقامه والحكمه عند الله وعند الناس. وبنشوف انه بعد ما جرب في جبل التجارب وانتصر على ابليس، رجع على الجليل مره ثانيه وهو مملوء من الروح القدس. وبيقول عنه انجيل لوقا 4، بيقول: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبره في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجداً من الجميع. يعني بنشوف أن الرب يسوع المسيح إجا من خلفية دينية، كان بيعرف الكتاب، كان بيعرف الله، كان بيعرف عنده ناموس، وكان عنده شريعة، وكان يعظ في كل المجامع. وبقولوا أنه وجاء إلى الناصرة، المدينة اللي تربى فيها اللي نحن موجودين فيها النهاردة، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته. يعني الرب يسوع المسيح كان مواظب أنه يمشي يوم السبت ويتعلم ويعلم في هذه المجامع، عادته يوم السبت، وقام ليقرأ. يعني عزيزي المشاهد، أن الرب يسوع المسيح ما كان أمي، كان بيقرأ، كان عنده كتاب، وكان جاي من خلفية دينية مش من خلفية وثنية عبدت أصنام وعبدت أشياء ما كانوا بيعرفوا ربنا. فدفع عليه السفر أنه لكي يقرأ لأنه كان مؤمن. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه بيقول: روح الرب علي. وكان روح الرب يسوع، الروح الله على الرب يسوع المسيح، مش روح نجس، مش روح انه وثني، انما روح الرب هو اللي كان عليه. روح الرب علي لانه مسحني. ومن هنا جاي كلمة المسيح. نحن بنسميه المسيح مش لانه رجله كانت ممسوحة، لانه كان بيمشي من مدينة لمدينة، أو لأن الناس كانوا بيلتصقوا فيه، وإنما كلمة المسيح إنه هذه كلمة من العهد القديم، إنه الكهنة كانوا يمسحوا بالدهن، والملوك كانوا يمسحوا بالدهن، فكان إنه هي برنامج المخلص، إنه حتى الملوك في العهد القديم كانوا يمسحوا بالدهن لأنه عندهم سلطان وبيقدروا إنه يقودوا الممالك. والمسيح في العهد القديم إنه اللي بيجي وبتولد من امرأة تحت الناموس عشان يخلص الذين هم تحت الناموس. فالمسيح معناته المخلص. بقول هون: روح الله مسحني لأبشر المساكين. الإنجيل هو البشارة السارة، مش هي البشارة اللي بتدعو للناس الآخرين إنه يقطع نسلهم ويرميهم في البحر ويقتلهم وكذا، إنما إنه بشارة الإنجيل لأبشر المساكين. النهاردة إذا أنت مسكين في الروح، إذا أنت في ظرف صعب، إنه بشارة الإنجيل هي إلك وإلى كل واحد فينا. أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. مش إنه الناس تتحطم، إنما إنه الرب بده يجبر خاطرك، بده يجبر قلبك، بده يجبر كله كسر في حياتك. لأنادي للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. النهاردة عزيزي المشاهد، إذا أنت في سبي معين، في سبي الخطية وفي سبي الأفكار اللي مش كويسة، الرب يسوع المسيح بده يحررك وبده يطلقك في الحرية، لأنه إجا أن الكتاب المقدس بيقول أنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأكرز بسنة الرب المقبولة. وبيقول أنه ثم طوى السفر وقال لهم إنه اليوم الكلام اللي سمعتوه لقد تحقق على مسامعكم. الرب يسوع المسيح إجا مش إنه بس فقط كنبي إجا من أي مكان، وإنما إجا لأنه في نبوءات كثيرة جدا جدا اتحققت، ونبوءات كثيرة جدا قيلت في حقه في العهد القديم، وتحققت في هذا اليوم اللي أرى فيه هذا السفر. فالجماعة لما سمعوا إنه المسيح كان بيتكلم وكان بيعلم، إنه كل كلامه كان بيلمس قلوبهم، وكل كلامه كان بيغير أفكارهم، واندهشوا، قالوا مش هذا ابن يوسف النجار،
وبعديها قال لهم مثلين، قال لهم إنه موضوع الأرملة، الأرملة اللي آوت إيليا في العهد القديم، وقال لهم أيضا موضوع نعمان السرياني اللي الرب شفاه من برصه. كانوا هذول اثنين من الأمم زيه، الناس كان بعيدين جدا جدا عن الله، ما كانوا بيعرفوا الله، ولكن الرب إنه تعامل معهم وخلصهم. زي ما لمس برص نعمان السرياني، الرب لمس البرص اللي كان في حياتي. أنا كنت إنسان كتير كتير متدين، كنت أعرف أشياء كتير عن الله، ولكن ما كنت أعرف من هو الله. احتمال أنت النهاردة تكون قاعد هناك، تكون متدين ويكون في أشياء كتير حلوة في حياتك، ولكن الرب يسوع المسيح بيقول لك النهاردة أنا أجيت إليك، أجيت عشان أعطيك حياة وحياة أبدية. ياريتك تفتح باب قلبك إله وتقول له يا رب تعال وأدخل في حياتي وأعطيني حياة أبدية في اسم الرب يسوع المسيح.